تسأل عن صحة الحديث كما روته هي وكما نقلت عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فتقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزانك وسكان سمواتك، لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول: عبادي لا يشركون بي شيئا، تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب وتقول: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان كذلك فاشرحوه لنا، جزاكم الله خيرا. الحديث في هذا اللفظ لا أعلم له أصلا، ولكن ثبت أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، لأن الأغنياء يدخل عليهم الحساب يوم القيامة، حاسبون عن أموالهم، يتأخر دخولهم الجنة بسبب الحساب. أما الفقراء فليس عندهم مال يحاسبون عليه، فلذلك يدخلون الجنة قبل الأغنياء. هذا ما ثبتت فيه الأدلة. أما التفاصيل المذكورة في ما ذكره السائل فأنا لا أعلم الحديث في هذا النص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.